ايوه، وهتتصرف كيف؟ انا امشي لبيت البقع، اقعد هنا اشوف الجو كيف. ايوه وين من قبلته؟ سرتنا هيثم عبد الله. عبد الله عبد الله هيثم عبد الله الافراح ان شاء الله. شكرا هيثم عبد الله. ايش يا ضايع عليك كده؟ وصلتنا؟ والله انا ده عمك. عم ماك الامين. اسمع، الزول ده كان ساكن في البيت ده براو، ما معه اي زول، بس حركه ناس البيكا جايبين لهم مره كده عشان تحرر البيكا. شوف لك اي طريقه، في الحاجه خد جوا دار تخدم دار تسوي فتش بس بالراحه. جدا الحذر واجب ان شاء الله. اسمع، ما في زول يعرفك. لا ما بزول بيعرف.